بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هتكلم على مشكلة مهمة جدا بتقابل كل أولياء الأمور أو كل البيوت، يعني طبعا وهي مشكلة الدروس الخصوصية. الدروس الخصوصية طبعا بتبقى مشكلة كبيرة جدا لكل البيوت، بتبقى مزعجة جدا لأنها طبعا انتوا أكيد كلكم عارفين بتاخد كم فلوس قد إيه. ده رقم واحد، يعني بتاخد فلوس كتير جدا انك انت عايز تدي لابنك كم معلومات كبيره، فطبعا بتجيب مدرس. عشان اجيب مدرس، طب لو حد عنده اكتر من طفل هيعمل ايه؟ طيب الحاجه التانية، موضوع الكتاب طبعا لازم، موضوع الكتب الخارجيه. هو ليه سؤال مهم جدا، هو ليه الكتاب المدرسي ليه ما يكونش فيه غني، ليه ما يكونش غني بالمعلومات، وليه يبقى انا لما الولد احبه ويحب يقرا فيه ويبقى مبسوط هو المعلومات تبقى سهله، وليه دايما كل البيوت برضو كل اولياء الامور ليه دايما بيعتمدوا ان هو لازم نجيب كتاب خارجي؟ دي نقطة مهمة جدا مش فاهمها بصراحة. الحاجة الثالثة، كل بقى الضغوط دي كلها وكم الفلوس ده كله وكم المنظومة التعليمية اللي هي مهمة جدا لا تتطور، فين بقى الولد اللي هو عاوزه يلعب رياضة ويبقى ليه وقته ويبقى ليه هوايته؟ المفروض ان هو بيروح المدرسة يبقى مستمتع في المدرسة بكل حاجة، ان كان من كل حاجة بيعملها هناك، من منظومة تبقى كاملة، عشان لو هيخرج عنده تمرين، عنده هواية عايز يعملها، يبقى فيه عنده وقت يعمله، مش يبقى الولد في الاخر ولا بيتعلم كويس. ولو انت عايز تطلعه مثلا لعيب كورة ولا حاجة زي محمد صلاح يبقى نموذج ليه، ولا يقدر على دي ولا يقدر على دي. فدي نقطة مهمة جدا تعب ناس كتيرة جدا، اكيد مشكلة كبيرة لكل أولياء الأمور. فأنا ياريت إن هي إن شاء الله بإذن الله نلاقي لها حل. مصر بلد كبيرة ونقدر تقدر تحل منظومة التعليم، لأن من غير التعليم كل حاجة بتقع.